الشيخ داعس، هو داعس ابن كرمان مضوي النار الطافية. الشيخ داعس عور حفوزة واحدة من عيونه في احدى المعارك السابقة، ويقال ان اللي خفست عينه الشيخة عرجة. الشيخ داعس الله يحفظه ويكفينا شره، حلف يمين الا ياخذ بثاره من اللي خفست عينه. ومن ذاك اليوم وهو في معارك لا الهول ولا لا اخر مع قبيلة العرجة، سبب هالعين الله لا يعيدها، وكان كل مناه يمسك العرجة ويخفس عينها. مهستر ويسمونه مهستر القبيلة، واسمه الكامل مهستر طرباخ حبتين ونص بن عجرة. جد حبتين ونص يقرب لنانسي عجرة بس من بعيد، ويقولون النانسي من شان هالشي غنت اغنيتها الشهيرة أطبطب يا طبطب ودلع يقول لنا تغيرت عليه أنا زعل أولع ما هو كل هم الزاير دي.